أهلا بكم، إذا كنتم تشجعون ودا التنمسة لا تنسوا جمع الاشتراك وشكرا لكم. إذا ودا التنمسة في الصدارة يعزز موقفه في الصعود هذا الموسم بعد الفوز أمام شبيب بسكيتا بثلاثة أهداف لهدف. إذا ودا التنمسة يحتل المركز الأول رفقة أولمبي مدية. في الأخير إذا كنتم تشجعون ودا التنمسة وتتمنون الصعود لا تنسوا جمع الاشتراك وشكرا لكم.